السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. يا رب اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم قهم فتنة القبر وعذاب النار. إلهنا جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات. نحن في هذه المقبرة، مقبرة شهداء الحرم في مكة المكرمة، نتبع جنازة الشيخ العالم العلامة محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمة الله عليه. إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، ما من نفس منفوسة إلا وستموت. نسأل الله جل وعلا أن يميتنا وهو راض عنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. يا رب يا رب ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.